قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا، أحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا، هو زاد الروح وبهجتها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. حياكم الله ومرحبا بكم إخواني أخواتي أبنائي بنياتي في حلقة جديدة من برنامجكم الميسر في التلاوة. مقرر التلاوة لهذا اليوم من الآية 46 إلى الآية 61 عفوا. نستمع المقرر سويا وبعدها نستمع إلى تلاواتكم إن شاء الله تعالى، ونصحح ما تيسر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ذواتا أفنان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان تجريان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما من كل فاكهة زوجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على فرش بطائنها من استبرق، وجنى الجنتين دان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، كأنهن الياقوت والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه التلاوة برواية حفص من طريق الشاطبي. نستمع الآن إلى التلاوة برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق. ولمن خاف مقام ربه جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ذواتا أفنان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان تجريان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما من كل فاكهة زوجان،
فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أصحاب الجنان. نستمع الآن إلى تلاواتكم. معنا إلياس خالد من العراق عبر الزوم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ إلياس، تفضل يا شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولمن خاف مقام ربي جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان. قلقل الجيم يا شيخ إلياس. تجريان، قلقل الجيم. تجريان. تجريان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها لا غن مقدار حركتين فرش بطائنها من استبرق متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمث هن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ما شاء الله تبارك الله. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء
ما شاء الله تبارك الله، ممتاز يا إلياس. أبا إلياس من العراق، تفضل يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ما شاء الله تبارك الله، ممتاز يا أبا إلياس وبارك الله فيك. طيب عمر من إريتريا اتصال. طيب خديجة الأجرب عبر الزوم، تفضل. عليكم أنا عايشة. عائشة يلا تفضلي يا عائشة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي نون مشددة يا عائشة. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة عندنا غنة الإخفاء يا عائشة من كل فاكهة من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدي آلاء هذا مد واجب آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين شوفي عائشة كل النون المشددة كل النون المشددة في القرآن تغن بمقدار حركتين طيب. يعني كل نون في القرآن لازم تتكي عليها شوي وجن الجنتين دان فبأي آلاء
ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن الراء ساكنة الطرف لا الطرف نعم. لم يطمثن طيب خلي خل حسبك يا عائشة وخلي أختك تكمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. عيدي. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم. طيب عند قبلها عندنا النون ساكنه وبعدها السين من حروف الاخفاء انس قبلهم لا ولا جان لا لا عيدها فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان لا جان ست حركات انا لو اجلس مع الايه هذه طيب فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان طيب ممتاز علي عامر من العراق عبر الزوم علي عامر تسمعني تفضل يا علي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا علي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ما شاء الله تبارك الله حسبك شيخ طيب نأخذ عمر من إريتريا اتصال تفضل يا شيخ عمر تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما
ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ما شاء الله تبارك الله، جزاك الله خير يا شيخ. نازك عامر من العراق عبر الزوم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. حسبك، ما شاء الله تبارك الله، ممتاز. سيد مجتبى من الهند تفضل واصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف متكئين على فرش، متكئين على فرش. تابع شيخ، من قوله تعالى متكئين على فرش. طيب يلا تفضل اقرأ 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 يا سيد. سيد تسمعني؟ طيب عمر نصير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. لا مد جان ست حركات، هذا مد لازم كلمة مثقل. حاضر. ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جز وكأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء
ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. طيب جزاك الله خير. فاطمة نصير من الأردن. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى من استبرق من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يقمثهن إنس قبلهم ولا جان. لا إذا وقفت في مكان وليس في علامة وقف ترجعي إلى الكلمة أو الكلمتين حسب إيش الابتداء اللائق أو الابتداء الحسن أو الابتداء الجائز. تمام. طيب فيهن قاصرات الطرف لم يقمثهن إنس قبلهم ولا جان. طيب حسبك يا فاطمة، خلي عائشة تكمل. تفضلي يا عائشة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ما شاء الله تبارك الله. نأخذ يوسف من السعودية. تفضل يوسف عبر الزوم. شيخ يوسف تفضل تسمعني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
ولمن خاف مقام ربه جنتان. عيد عيد أعيد يا يوسف أعيد. ولمن خاف لا شوف يا شيخ يوسف ولمن خاف مقام ربه ولمن لا تتكي على زيادة ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. مد آلاء يوسف مد آلاء آلاء مده آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها متكئين على فرش بطائنها. لا يوسف إذا أردت أن تقف اختار مكان الوقف الصحيح. متكئين على فرش متكئين على فرش بطائنها من استبرق متكئين على فرش متكئين على فرش بطائنها من استبرق لا من استبرق لأن نقرأ بحفص يا شيخ يوسف مو بضروري أنك تقف عند متكئين على فرش لكن أقول لو ضاق بك النفس وأردت أن تقف على فرش وتعيد من متكئين متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين النون ليست مشددة يوسف وجن الجنتين دان وجن الجنتين دان حسبك يوسف وجنى طيب محمد من السعودية تفضل أكمل يلا يطوفون بينهما لا وبين محمد فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف من هنا ايش؟ من الآية 54 أو 55 من الآية 55 يا شيخ فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف فيهن قاصرات الطرف لم يطر مثلهن إنس قبلهم والجن ولا لا محمد ولا جان ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان النون مشددة في جان محمد النون مشددة عيد الآية هذه فقط وقرأها بطريقة صحيحة فيهن قاصرات الطرف فيهن قاصرات لا اسمعها يا محمد فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فيهن قاصرات فيهن الطرف
فيهن قصرات الطرف لم يطرثوا. طيب فيهن قاصرات الطرف. فيهن قاصرات الطرف ولم يطمثهن ولم يطمثهن إنس ولا الجن قبلهم. قبلهم والجن فبأي طيب. آلاء شيخ محمد حسبك. شوف الآن مقرر التلاوة ونهاية كل حلقة نقول مقرر التلاوة من الآية كذا إلى الآية كذا، فمن المفترض أن الجميع جميع من أراد أن يتصل يتدرب على مقرر التلاوة وبعدها يسمع في القناة يسمع المقرر ويصحح تصحيح آخر وبعدين وبعد ذلك يتصل ويكون قد أتقن مقدار أو مقرر التلاوة لليوم الذي نقرأ فيه. نأخذ أنعم من الهند. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهان. حسبك يا شيخ حسبك بارك الله فيك. الظاهر أنه عندك مشكلة في الاتصال. طيب صالح حمدي من مصر تفضل يا شيخ عبر الزوم. صالح حمدي تسمعني يا شيخ؟ طيب أبا ماريا من العراق تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أبا ماريا تفضل يا شيخ اقرأ. الله يرضى عنك. اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان. حسبك يا أبا ماريا وجزاك الله خير ما شاء الله تبارك الله ممتاز. سيد مجتبى من الهند تفضل يا سيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيهن قاصرات الطرف
الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. أعد أعد يا أعد فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن. لا لا تقلقل الراء لا تقلقل. فيهن قاصرات الطرف فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. طيب أعد أعد يا شيخ فيهن قاصرات لأن الطرف أنت يا إما تقلقلها أو تقرأها مفتوحة. الخطأ أنك تقول الطرف، شفت الطرف مفتوحة خطأ، هي الراء ساكنة أر. الطرف الطرف فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن. شيخ سيد اقرأ فقط الكلمة الطرف الطرف فقط الكلمة الطرف. نعم الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. طيب أعد الآية أعد الآية أبغى مع الكلمة مع الآية. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. حسبك ما شاء الله تبارك الله ممتاز يا شيخ. بس انتبه لكلمة الطرف ساكن الراء هنا. فؤاد من إثيوبيا، الشيخ فؤاد تفضل. تسمعني يا شيخ؟ طيب نأخذ محمد رجب من مصر. محمد رجب شيخ محمد عبر الزوم تسمعني؟ محمد رجب. طيب نستمع الآن إلى المشاركات عبر الواتساب. عندنا عبد العزيز الطاهر من باكستان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ما شاء الله تبارك الله. نستمع الآن إلى أحمد شهير من مصر عبر الواتساب. جنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنهن الياقوت والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ما شاء الله تبارك الله. ناخذ ابو عبد الله من السعوديه. ابو عبد الله القرني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذواتا أفنان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة زوجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق، وجن الجنتين دان. ما شاء الله تبارك الله. عندنا ذواتا أفنان، إذا تقرأ بالتوسط تبدأ أربع حركات. طيب أحمد الروبي من مصر، نستمع له. وجن الجنتين دان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنهن الياقوت والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ما شاء الله تبارك الله. نأخذ إبراهيم القحطاني من السعودية عبر الواتساب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذواتا أفنان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة زوجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ طيب يا شيخ إبراهيم، عندنا فاكهة زوجان، هنا التنوين وبعده الزاي، والزاي من حروف الإخفاء الحقيقي. نأخذ يوسف من الجزائر عبر الواتساب. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق، وجنى الجنتين دان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن
يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. طيب يا شيخ يوسف ما شاء الله تبارك الله تلاوة متميزة، لكن انتبه الإنس هنا عندنا نون وبعدها حرف السين، هنا إخفاء حقيقي بغنة مقداره حركتين، فالغنة لم تأتي بمقدار حركتين بارك الله فيك مثل ما قالتها الآننا. طيب رحمة من الجزائر عبر الواتساب. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ما شاء الله تبارك الله. نعود إلى الزوم. سلمى السيد من مصر. تابعي يا سلمى بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف متكئين. مقام رب متكئين على فرش بطائنها. متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. حسبك بارك الله فيك. طيب سعادات من الهند أكمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان. ما شاء الله تبارك الله. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزدنا علما، ونعتذر للمشاركين الذين يسعفنا الوقت لعرض تلاواتهم. وقررت تلاوة الحلقة القادمة بإذن الله تعالى من الآية 61 إلى آخر هذه السورة المباركة سورة الرحمن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القرآن نورا للناس وتبيانا أحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا هو زاد الروح وبهجتها
ورفيق الدرب مدى الزمن، يا حامي.